السلام عليكم. في الفيديو ده انا مش هشرح حاجة، انا بس هقول البرامج اللي احنا هنستعملها قدام عشان لو حد حابب يعني يجهز الكمبيوتر بتاعه ويداونلود السوفت ويرز والكلام ده، ومجرد ملحوظات ازاي تنزل البرامج، تجيبها منين، كلام من ده. طيب اول حاجة هنستعملها، هنستعمل 3 برامج من اوتوداسك، هنستعمل الريفيت والنيفس ووركس والانفرا ووركس. فدي اللينك لو انت عاوز تخش على الاديوكيشنال سوفت ويرز. طبعا اي سوفت وير انا هتكلم عنه واي حاجه يعني لازم بتبقى ليجل، وبتبقى يعني مش من غير لا كراك ولا الكلام ده خالص، انا ما بستعملش الكلام ده خالص، الكلام كله ليجل. فاوتو ديسك اصلا بتديك لو انت ستودنت او يعني شغال في بتعمل اديوكيشنال بيربز، فهي ممكن تتنزل السوفت وير ببلاش ومعاك لايسنس ل3 سنين كستودنت. فانت مجرد بتروح في اللينك دي، او ان انت مجرد بس تكتب على جوجل Autodesk Student Software وهتلاقي الموقع قدامك. بتخش بتكريت الاكونت بتاعك او تاكس الاكونت بتاعك لو انت ليك اوريدي اكونت، وتختار البرامج، هتنزلهم واحد ورا التاني. احنا بالنسبه لنا هنستعمل الريفت والنيفس ووركس والانفرا ووركس. طبعا يعني حاول تختار دايما احدث فيرجن 2019، مش عارف نزل ولا لسه، بس لو نزل نزله ونبدا نشتغل عليه. تاني انا كل اللي بقوله دي legal copies for students والeducational purpose. طيب ده فدول كده اول 3 برامج هنستعملهم. بعد كده هنستعمل السلوبري موديل تشيكر عشان التشيكس والكلام ده، دي برضو اللينك، او مجرد تخش على جوجل واكتب سلوبري موديل تشيكر هيطلع لك. سلوبري بيديك ان انت ممكن تستعمل ترايل اسبوعين للبرنامج، فاتاكد ان انت ما تنزلش البرنامج غير لما انا انزل المحاضره بحيث تتابع معايا، انما انت لو نزلته بدري ما هتخلص الترايل فيرجن، ممكن اكون لسه ما نزلتش المحاضره فانت ما استفدتش بيه. تمام، انت لما تيجي تنزل بيديك كذا اوبشن، فانت اختار اللي هو يعني اللي هو هتنضم معاه ازاي. فانت اختار، انا شايف ان الاحسن ان انت يعني تعمل عن طريق الفيو تريننج فيديو، ومنها في نفس الوقت انت هتستفيد من تريننج فيديوز دي، هيديك باك جراوند عن البرنامج ازاي تستعمله والكلام ده. فده الريكومنديشن بتاعتي اللي هو اوبشن 1. تمام، بعد كده برضو وانت بتنزله اتاكد انك بتختار سوليبري موديل تشيكر، هتلاقي فيه كذا فيرجن لكذا حاجه مختلفه، اختار سوليبري موديل تشيكر. واثناء السيت اب اتاكد انك تختار كل الفايل اسوسيشنز، هتساعدك بعد كده قدام. ده كده بالنسبه للسوليبري. اخيرا البروتيجي، اولا نزل بروتيجي 3.5، دي اللينك، او انت ممكن تكتب على جوجل بروتيجي وقول وداونلود، اكتب على اسف اكتب على جوجل بروتيجي 3.5 داونلود واختاره على طول. وانت بتختار طبعا هتختار البلاتفورم، انت ماك ولا لينكس ولا ويندوز ولا كلام من ده، ويستحسن انك تختار اللي هو في الجافا فيرتشوال ماشين، فانت ميك شور انت تو انكلود جافا فيرتشوال ماشين. واثناء السيت اب هيقول لك انت عاوز تيبيكال ولا مينيمال انستوليشن سيت، اختار التيبيكال هتساعدك برضو قدام. بس كده، ده بس كنت بتكلم مجرد ايه البرامج اللي احنا هنحتاجها وازاي تنزلوها بحيث تبقوا الكمبيوترات بتاعتكم جاهزه. السلام عليكم.